السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في جلسة نقاش الحلقة 22 من أنمي أوسما رانكينج. الله يستر من كسر السنة الثانية. الله يستر. طيب شوف الأمانة يعني يا جماعة الخير، الحلقة عشان أكون صادق معكم الحلقة صدمتني. أنا أتكلم عن نفسي، الحلقة صدمتني بشكل غريب ومفاجئ، ما توقعت هذا السيناريو ابدا. حتى انقاذ مرجو كنت ادري بقدر، بس ما توقعت انقاذ في هذه الحلقه. لو واحد بيسالني يعني على حسب اللي شفته حاليا من ماضي تاريخ ميرانجو، ما سامحتها لا هي ولا حتى بوس. انا كنت اقول يمكن عنده بوس سبب منطقي، لكن في الاخير كان سبب اناني. بوس صحيح. كان سبب اناني. لا ما اتكلم عن ميرانجو، اتكلم انه هو كان سبب اناني، انه يعني فكر في القوه حتى ما فكر في ولده، لانه ولده ما بعد يجي، فكان يفكر بالقوة كيف انه ما حصل قوة. يوم حصل القوة شاف انها ما تسوى ولسه في فراغ في داخله، فهو كان يظن انه ممكن لو حصلت القوة انا احس اني بكون افضل شيء. ميرانجو ضحت عشانه طبعا، وممكن قابل شيء طبعا قابل وضحت عشانه، بس برضه يظل تضحية ميرانجو تضحية بوس كلها انانية فقط لمصلحتهم الشخصية، او كل واحد قدم مصلحة الثاني على الاخر. ما كان في مصلحة عامة، ما كان في مصلحة مهمة. نعم في معاناة لميرانجو يومها صغيرة، بوس ما عليك انت بشيء، كل الموضوع بالنسبة لك يا بوس كان اناني بحت. حتى لو كنت طيب في اخر عمرك يظل كنت اناني. لكن انا الشغل الوحيد اللي انا معها في العمل هذا او في الحلقة هذه هي مسامحة المخطئ. انا شخصيا اذا شفت ان المخطئ، انا اتكلم عن نفسي، اذا شفت المخطئ تاب او عزم على انه خلاص بيتوب عن الشيء اللي سواه واللي اخطأ، سواء بوس او ميرانجو، انا اقول لك اوكي، لكن تظل خطاياك موجودة ولازم تتحملها ولازم تكفر عنها. وانت يا بوس انا ما اشوفك كفرت عنها، على الرغم اللي سويته كله تظل انت ما كفرت عن خطاياك، لا انت ولا ميرانجو لحد الحين بالنسبة لي. هذا تقريبا ملخص الحلقة بالنسبة لي. تبين راشد ولا انطلق؟ انطلق. انا برضو ما سمحت ميرانجو علاقة الام بوجي قدامه، وخلت الولد يسبح في دماء مع انها قتلت في نفس الموقف. ما ادري بالغلط ولا مستهدفة، هذا الجزئية ما وضحها الكاتب، ولكن بدينا نفهم ايش فكرة الشيطان وكيف يلبي لك امنيتك، وانه في المقابل ياخذ روحك او ياخذ قوة ابنك او 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 كل مرة، يعني معروف ذا الاسطورة ياخذ ثمن. اكزاكتلي الماضي الثمن انه يستعيد واسه ولا يموت مثلا. لا ما هم كانوا متعمدين حركة قص واس، ما تطلب منه شيء، اذا بتطلب اني ارجع لك واسك اللي في يدي، لان مد يدي ابي واسك. قال له تبي واسك؟ حقق امنيتي. اوكي، فهذا من الاساطير المعروفة ان الشيطان، استغفر الله العظيم، حسب معتقداته مو احنا ما له دخل في الامور، يحقق لك امانيك وطموحاتك في مقابل طلب. اي في مقابل، لازم في مقابل. فالفكره هذه في الحلقه دي كانت مره ذكيه من ديسبار. هو اوريدي مخطط، قال يلا اخوي الصعب، يلا انت يا كابتن قص راسه. بعدين جاء لنا بيطلب الطلب، رجع اخوي طبيعي، شل عنا الخلود ورجع المشاعر، رجع الوضع الطبيعي. الحقير دايدا قفز واعاد ميرانجو. ترى مش دايدا بالحاله، حتى بوجي قال انت اطلب ما تدخل. اكزاكتلي ما تدخل في الامنيه. دايدا تدخل وخرب حتى عصب بالنسبه، قال ليش تسرق الامنيه وكذا. واحد من مضطرنا يعني احنا نشوف جديد ان الملك يضحي بنفسه، مو يضحي بنفسه، اختار الرانكينج الاول وهي فيها مخاطره، هو عارف انها فيها مخاطره، ضحي بنفسه. طفت شمعته، يمكن يموت، يمكن يقلب شرير، يمكن يصير عدو القادم، ما ندري ايش اللي بيصير. صراع رغبه. شوف صراع رغبه. ولا اشوف انا الوحيد اللي ينجح في صراع الرغبه ذي من هو؟ بوجي. فلذلك صار الكاتب بورينا يعني هذا بيشوف شيء جديد، ليش أوسما رانكينج، ليش اللي ياخذ المركز الاول يفقد؟ شنو هو يعني حتى جلده هذا اللي لابس القناع الكلب قال له انت وقبل شوي ضعفت وكنت تبي رغبتك، تبي رغبتك تنقذ اخوك، خلتك تتخلى عن اشياء كثيره. قال تصنيف الملوك يسعد الناس. بالضبط، فانت بتختار الشيء اللي يسعدك، يعني سعاد الناس او رغبتك الشخصيه، فهمت؟ وهذا الشيء اللي سواه بوجي. بوجي لا، بوجي ما يسعد لسعاد نفسه، يسعد لسعاد غيره. اي هذا الشيء سواه بوجي لما سالت سبار راح تقتلها؟ قال لا بعد مش هنا عرف، قال له اذا انت تقدر تسويه. انا هنا النقطه اللي انا بقولها صراحه، اذا بوجي نفسه وهو حق شخص في الانتقام من ميرانجو لأن قتلت أمه قدام عيونه سامحها، فعشرة على عشرة. أنا شخصيا ما سامحتها، أنا لازال حقت في داخلي، بس أنا أقدر أشوف زي ما قال إبراهيم، إذا هي فعلا تابت وعلى قولتهم زي ما قال ديسبار كلمة جدا قوية، لا ربما
لربما تكفرين عن خطايا. كيف التكفير يكون؟ بأشياء أخرى ممكن تظهر قدام، ننتظر ونرى. ترجع بوجي للحياة. إذا هي رجعت للحياة ما يقدر يرجع لهم بوجي، يقدر يرجع لها ما تدري. استثمار طويل المدى فترجع للحياة. ترجع بوجي بغض للحياة. النظر عن الشيء هذا يا محمد، أنا أتكلم حاليا إن قال له ربما. كلمة ربما حط عشرة خط حمر. أنا فاهم. آه. ممكن. أنا شخصيا قاعد أقول لك حاليا أنا ما سمحت على اللي صار. أنا شخصيا ما سمحت. بس إذا بوجي نفسه سامحها. طبعا هذه الكاتب براسه بشخصيه بوجي بمثاليه عاليه جدا، وهذا اللي يخلينا نحب بوجي ونحترمه ونعشقه، لان احنا نحب الناس الطيبه اللي تسامح. أكيد. وكلنا نتمنى ان تكون عندنا في قلبنا الطيبه دي اللي تخلينا نسامح، ولكن انا شخصيا رغم التعاطف بس عشان بوضع شغل الجمهور. انا مو موضوع اني حقود، ترى يمكن انا خارج نطاق الانمي زي بوجي وزياده، بس انا فوق غضبي في الانمي، يعني خلاص انا في الواقع احب اسامح الناس. فأبي أشوف واحد ما يسامحهم كذا عشان يفارغ الشحنة. اللي ما يسامح الناس شخصية شرير ومرة تحبه. لا لا والله عشقه. والله حد الحين أوجل واحد عندي كيهوتي. اللي في ون بيس. إيه أوجل واحد. احترم عائلته، حافظ على عائلته، وانتقم من كل اللي أهانوه، من التينو يوبي الأصغر. اللي قتل أبوه ود. إحنا نتكلم فوسا مراكي. خلنا فوسا مراكي. المهم أنا مهمي هالموضوع. أنا طبعا في نقطة مهمة بالكل، يعني ما أدري إذا كان هنتبه لها مثلي ولا لا. ميرانجو إيش كانت بتنتحر؟ حاشة عذاب. شاف أمها ماتت وتقطعت يدينها، تشوه وجهها. لا لا أنا عندي رأي، بس أنا قاعد أقول لك لا، أبي رأي آخر. يلا ما اذا انت تقول ان عشان خاطر ان ذا يروح يكمل حلمه، فاذا الشيء ما جات الا بعدين وش وجه خانه الشيطان. ميرانجو خانه الشيطان هنا، وكانت ندمانه. الشيطان حقق لها كل امانيها وعاشت الفراغ اللي عاشه، بس لان اول ما شافت الشيطان صغير وقال لها وخي عني، انا من احقق ما تستغلون لتحقيق امنياتكم وتخلوني ابشع. فقلت لا تخاف ما اطلب منك شيء. وبعدين طلبت منه، بعدين طلبت منه وجعت له وهو بشع ياكل في الارواح. آه. يعني إن حقق له الأمنية اللي تبيها، فهو قاعد يأكل في الأرواح. وقالت له حقق البوس، فهو أنت خنتيني، أنت مو بس قال لها وقت المراية أنت خنتيني مرتين، خنتيني مرتين، المرة الأولى وأنا صغير والمرة الثانية وأنا كبير، وأنا كبير خنتيني مرتين. جيت تطلبي مني، وطلبت منه في المراية الأمنية الثالثة. أي وقال لها مقابل دي بأخذ روحش خلاص. أي خلاص يعني ما راح أسامح. خيانة مو عشانها طلبت. لا قال لها أنا ما أقابل أحد. مو عشانها طلبت، ممكن عشانها هجرت الشيطان تركتها يوم ما صار بشع. اي بدون ما تقول له كلمه الخيانه، بس كانت تنتحر لان جابت لا هو يعتبرها خيانه. كمل انت محمد، خلينا عشان كذا هي كانت تبي تنتحر. هذا وجهه نظري، انها كانت تبي تنتحر لان خالد الشيطان، لانها في الوضع كانت تنتحر فيه كانت في كامل شكلها، في كامل قوامها، فهي حققت انتقامها منها. طبعا اللي عادها بوس عن طريق الدكتور يوديها لها، بس حققت انتقامها. واضح انها حققت انتقامها يعني، لكن ما طب خطرها. كانت بزرة ذاك لما جات تخطب بزرة، ممكن انا شخصيا هي بغض النظر الحين الرغبة اللي طلبتها من الشيطان، هي انتقام ولا شيء، الرغبة اللي طلبتها من الشيطان تحققت. ليش اقول لك ان هالشيء الارواح اللي داخلها اللي قالوا هي سوت فينا، هي فعلت فينا، هي قتلتنا، هي حرقتنا، هذا واحد قتلها الشيطان مو اللي قتلها بس. يمكن شوف يعني ايه بوس قضى على المدينه كلها. ايه فممكن السابعه والثمانيه اللي دخلوا البيت امها هي اللي انتقمت منهم عن طريق الشيطان. ممكن احنا قطعناها سويناها، بس هي انتقمت منها. بس ترى بوس مسح الجزيره القريه كامله قبل يطلع، ما بقى احد، ما خلى احد عايش. ركز معي الحين، اخر شيء شفناه مشهد وشو امها انقتلت وجاوا لها فوق. ايه صح ولا لا؟ قطعوا يدينا الرجال، بعدين فجاه شفنا بوس جاي وشاف شو اسمه مبطه وكل شيء وذبحها في الجزيره. فممكن محمد يقصد انه ممكن الاشخاص اللي رقوا فوق عذبوها ذبحهم الشيطان حتى قاموا على بوس. ارواحهم شلون؟ لا الشيطان قاعد ياكل ارواحهم. انت يقصد شيء ثاني ترى، ياكل ارواحهم يعني ماتوا، بس راح ياخذ ارواحهم يقتلها. استغفر الله العظيم، يعني قاعد يعذب ارواحهم ينتقم لها. انت تقول لي الموت ما قابلت الشيطان اللي طلعت في رحلاته مع بوس، ما قابلته قبل جوالها شيء. اي جوال انك كانت تمشي الحاله في القريه في بوس انقذها، مو قاعد تتحرك ومضبطه. فقد يكون امنياتها واحد من اثنين، اول انها تقابل بوس اللي انقذها، او انها ينتقم لها من الارواح اللي عذبتها، لان الارواح مهووسه معها. انكل الروح، انكل الروح بغض النظر. انا بالنسبه لي هي امنيه وحققها للشيطان، بس هذا بكل بساطه. وهي بعدين لكن دايدي يتزوجهم.
ما ادري اذا الكاتب بيتعرض لهذا الشيء قدام ولا لا. شوف انا اشوف الكاتب طبعا كنت اشوفه يتخبص ف جهه ولد كمل انا اسف. شفت ان الكاتب قاعد يتخبص صراحه انا ما بعرف يعني هو وين يبي يوصل بالضبط. لين ما شفت الحلقه ذي وعرفت انه لا هو مربط كل شيء من البدايه ومجهز كل شيء من البدايه ويبي يشرح كل شيء في وقته. فماضي بوس وميرانجو كنت بشوفه صراحه عشان احكم على بوس وعلى ميرانجو. انا هنا انا اشوف طبعا انا ما سمحت ميرانجو بس اشوف الخطا بنسبه 70 80% على بوس نفسه. صحيح اناني بشكل مو طبيعي. نعم هو كان يبي يحقق له حلمه وخلاه تتمشي كذا بس يوم نطق بالكلام هذا ويظنها نايمه او ما ادري ايش او ما ادري قاعد يقول لها وسمعتي خلاص هي حطت في راسها انه عشان اسعد بوس وخليه يعيش حياته لازم احقق له عملي. طيب هو يبي يقاتل اقول راح جرب يقاتل بقوته فشل وديته للشيطان قاتل الشيطان فشل جا ولده وزادت قوته راح نتفذه وانتصر بعد ما انتصر صار فراغ وحين جاب وضع انه بيموت فجات بترجع بدايده فعليا أنا بوس غلطان يعني هو فعليا فعليا يعني الغلط الاساسي الغلط الاساسي من الاساس يقع على الشعب النذل اللي قتلوا ام ميرانجو وعذبوها وسووا ذا كله. هذا من الاساس اساس الخطا هم ذي احقر ناس واشر ناس في القصه. ولكن سكند رانك على طول ميرانجو او سكند رانك بوس على النذال اللي سواه الانانيه ثرد رانك على طول ميرانجو على النذال اللي سواه. الاجابه عنهم طبعا عندهم قدرات خاصه ذي بس اتاكدنا مش ابو دسبار على فكره ان ابو دسبار اللي اقتله كان من دسبار. الالهه اللي اقتلوا مملكه ميرانجو هذه اللي قام مملكتها يوم قال لها هذا الشيء ثاني استغلت في بوس قال لها اعطيني اسم انا قده اعطيته اسم اللي ذبح اهلها. بس هو كان اقوى واحد وقتها هذا لا لا كان واحد من خمسه جابوه كان واحد من خمسه كان الوحيد اللي تحرك عادي يعني اضعف واحد فيهم هو هو اللي قد جنود وحاجة قوتك يوم جابوا لك ان العين الثالثة فتحت عنده شكله قوة مو طبيعية قوة مو طبيعية العين الثالثة عنده بس في غيره خمسة او ستة ارجع شوفهم يوم يتكلموا عنهم جابوا خمسة او ستة جاوهم يتكلمون ان هذا هو ما ادري ايش جابوهم صدق وهو تحرك بجنوده قريته هي الوحيدة اللي وقفت للخمسة وهو الوحيد اللي طارد قريته بعد ما دمروا الخمسة قريتها هو الوحيد اللي تم يطاردهم واحد دليل هو هذوك يخونونهم اي واحد دفع حق ذيك فلوس عشان يخونونهم قال جيبوا لي ميرانجو وهو اللي طلب ميرانجو وقطعها لا اوهو ارجع وهو اللي طلبها هم خلاهم يخونون الدوله اللي هم جايين الدوله اللي قطع ميرانجو علقها مش القريه نفسهم اي بس هو اللي اماهم يقطعونهم ما هو قال ما حدد ميرانجو هو يبي ينهي ذيك القريه اي بس الناس منها صحيح بس هو ما حدد ميرانجو بس هو اللي اماهم قال لهم قتلوهم اي ما هو قتلوهم ليش تعذبونه ليش تصلبونه طفله صغيره حيوانات قالوا هذا الكلام هذا اللي قاعد اقول لك اياه انت اللي معك حق فيه انك انه هو صدق جاء وتحالف مع الشعب اللي هم انقذوه هذه صدق بس ما انه ذكر ميرانجو لا لا ما ذكر ميرانجو هو اللي قتلوه لان هم كانوا مديهم يقتلونه وكانوا هم يستخدموا السحر وكانوا قاعدين عظمه للحكام عندهم عظمه كيف ما جموا ووقفوهم هو اللي قال جيبوا لي القريه هو اللي قال جموا هو اللي قال القريه وهو اللي هو اللي دفع الفلوس بس انا قاعد اقول لك نذاله الشعب ذيلي مو بس انكم قابلتوا الفلوس النذاله الاعلى انك تعذب طفله اقتلها يا اخي خلاص اذا انت مصر تبي تقتل الشعب كله ايش سوت لك للطفله طيب؟ يعني امها ساعدتكم كانت طيبه تعطيكم فلوس تسوي لكم كل خير كل شيء تستغلون فانتم يعني انا دائما اقول كتبت منصور رساله قلت في ذا العمل قلت في عمل ديمون سلاير ان شياطين العالم الموجودين حاليا هم من صنع خطاياكم يعني انتم يا البشر باخطائكم وتحزباتكم العرقيه اللي عندكم النذاله القذاره الطبقيه هي اللي تصنع الوحوش الوحوش اللي او الشياطين ذي تدمر العالم انا اتفهم ظروفها صح اتفهم ظروفها واتعاطف مع قديم ماضيها اتعاطف معاه بس ما سامحها لكن ما سامحها اي يعني اجي تجي تقول هذا المسكين كذا 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 لكن ما اقدر اسامحها يعني انت سويتها مصيبه مو ب جلدها دسبار جلدها قال لها ترى وصلي ذا الشيء للجيل القادم ان انت الخطا اللي سويتيه انك رديت الغلط بغلط وهذا الشيء ما يجيب نتيجه ما يجيب الا الدمار الزوال هذا لك مثال من انمي اخر انت نفسك ما تقبلت اصاب انمي اخر فقدنا الكاتب هنا مبدع لدرجه خلاك تتعاطف وياها تنس كبته في ناوته
مجرم دمر قتل خان بعدين جاب لك انها ضحية ماضي وتكفيرا عن ذنوبه خلوه يعلم الجيل القادم من اليتامى عشان يطلعون مجرمين مثله. هل طيب تقبلها؟ طيب انا ما تبعت بوروتو بس متاكد انه ناوتو. ناوتو ذي جات في مانجا ناوتو ما لها علاقه ببوروتو. كابوتو ما علم ولا كابوتو ما كابوتو مدير دار ايتام شنو معلم في بوروتو. في بوروتو مش حتى في ناوتو جابوه كابوتو ما في بوروتو. لا جا جا سلامات جابوه في ناوتو جابوه جابوه في ناوتو جابوه في بوروتو انه مدير دار ايتام. اخر شيء لما جاو الكاغي له بس انتهى العمل يوم جابوهم كبار عرس ناوتو جابوا لنا كابوتو راح فتح له دار قالوا له افتح لك دار. بس انا ما تضايقت من كابوتو انا زعلان راضي عليه ماني بزعلان عليه ليش تفترض اني زعلان عليه؟ انا اقول لك انا نفسي مو متقبله بس هي الكاتب مبدع وانت وقتك كنا نتابع نيوك انت كنت مو متقبل. لا انا وياك ما زعلت من كابوتو لا تحف لان انا كنت وياك نتناقش وقتها واذكر تعليقك على كل شخصيه تغيرت في نهايه المانجا ناروتو. خلي بعدين هذا مو بنقاشنا الحين هذا مو بنقاشنا خلينا نوصل فكره. الكاتب هنا مبدع بشكل اكثر خلاك تعايش طريقة يعني تتمنى انك تشوف فرصة الميرانجو انها تكون طيب انها تكون ضحية. الكاتب مبدع الكاتب مبدع. انا اقول لكم انا شخصيتي فقط كمتابع ان انا متحامل فقط يعني. الكاتب مبدع وخلق الظروف المناسبة بس حاب تزوجها دايدا بعد. شو ايوه انت صرت حقي نقطة مهمة. انا بالنسبة لي كل في الحلقة تقبلته الا ندايد يقول بتزوجش هذه عادي بيض يعني انا اتقبل حتى ان دايد يقول يعني انت كنت في ظلام وزي كذا وانا عرفت ماضيس وانت سويت كل ده عشان وانا فهمت ماضيس قرب بسيط فهمت وان علمتيني وش اسمه وكل ده الشغلات دي كلها واستفدت وتعلمت وحي لازم انا بقعد فوق راسس وعلمش كيف انت تصلحين خطاياش وخطاياش اتزوجها وات هذه شيء ما في امل اتقبله انا معليش يعني معليش كله 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 في كفه سقطه 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 وان دايده بتزوج كفه ثانيه معليش انا هذا الموضوع ما اقدر اتقبله ولا واحد مني حتى لو كنت انت فكرتك يا دايده ان عشان الناس يتقبلون الناس تتزوجها برضو هم ماني متقبل. انا سمعت عن احلام ورديه هذا بيض وردي سالم اي ما جا شيء في راسي جاك كتفي في شيء طاح بسم الله عليك صقع في كتفك اودن صقع في كتفك طعني اودن زعلان على تمام مو بعاجبك طعني اودن لا ينكسر كتفي يا حقيقي لا طول انا فكره طاح وراه هذا كله واحد مش عنده خايف يدزك ورا ثانيه طعني اودن انا هديك اودن هو زعلان هنا قاعد يقول لي وين انت وراك انت قاعد تسب ما يرضى على الحريم والله لا مو بالحين انا اتكلم عن الكاتب. سمعت عن احلام ورديه نهايات ورديه بس هذه بيض وردي. الكاتب كل شيء سواه كان مبدع الا سالفه ان دايده بانانيه يقدم تضحيه يقدم ميوانجو على اوكن وشيء ثاني دايده يتزوج ميوانجو هذا بيض وردي من الكاتب. الكاتب كان مبدع بشكل غير طبيعي حب ينهي الاحداث بطريقه ورديه. انا وجهه نظري الشخصيه انا وجهه نظري الشخصيه لا احداث الارك شخصيه عاطفيه بحته اللي يتقبلها براحته واللي ما يتقبلها ايضا لها الحقيه. انت سكت ولا كلمه لا ابوك ان شاء الله تنغلي مرتين يا كلب بيض بيض وردي بس انا في نكته سريعه اقولها من مسابي اقولها بس ما ابي اقاطعك تخيل ولد ميوان دايدا يجي يقول لأمه ماما احكي لي قبل النوم كيف تعرفتي على بابا ولا شوف جدك قتل أبوي ونتفه قدامي فتكفيرا عن الخطايا اعتنى فينا ثم طلعوا ذيل الحكام وحقوا قريتنا احنا قرية ثانية الحكام خلوا أهل القرية ينتفون جدتك تنتيف وقطعوني قطيع 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 فجد جدك اللي ذبح أبوي انتقم منهم عشان يكفر عن خطاياه فأنا رحت حلفت مع الشيطان عشان انتقم وعطيت جدك قوة لأني أنا كنت ناوية أفل مع جدك وتزوجه لكن جدك تزوج قال مين جدتي قال لا مو بجدتك لسه جايين في الدور انت جدانك واجد لا بارك الله فيك وفي جدانك يا ولد دايدا أكثر واحد عنده جدان في الدنيا الكلب ذا ولد دايدا أكثر واحد عنده جدان هذا اللي ما بعد يجي مسكين اللي ما بعد ينولد الكلب هذا اكثر واحد عنده جدان وكلهم ملوك وشياطين يخرب بيته
الزبدة. فرحت انا قتلت زوجة جدك اللي هي ام عمك. زين قتلتها ام بوجي وزوجت جدك من جدتك الحالية. ليه؟ عشان اجيب جسم ابوك واعطيه جدك واتزوج جدك يصير كبري، لان جدك ضخم ما يصلح يتزوج، فبجيب واحد صغير يصير كبري. وختمت ابوك في الظلمة وكنت بدمر المملكة، لكن عمك قدر يتغلب على الشيطان وعلي وعلى جدك وانقذ ابوك. طيب وش صار؟ تزوجت ابوك. هذا الذكاء، هذا السحب على اصوله. في الاخير تزوجت ابوك من رابع جد الين انت، وانا الوحيدة الشخصية الموجودة في الحياة. وصغيرة في العمر. وصغيرة في العمر. عندك انتظافة راشد ولا لا؟ انا بالنسبة لي اللي صار هذه قصة ما قبل النوم مسكين. ولدهم في الطب النفسي الحين، شياطين وتقطيع، وامه ذابحة جدة وجدته وعيال جدة. اللي صار مع دايدا، انا قد شفت عمل ثاني زي كذا، وبالعكس بالنسبة لي انا اللي صار عادي، ان تزوجها عادي ما عندي مشكلة. انت بعد البطل تزوج من واحدة هي مولى ناس يقتلون ابوه، تزوجها وانا اشوفها ما في شيء عادي. لكن الكلمه القويه اللي قالها اوكن حق اخوه دسبار، قال له في ناس اولكم تقولونها مني، حتى قال كنت تقصد ميرانجو. انا عجبني هنا الصراحه، رغم ان اوكن قالها قبل بحلقه وجاب لك اياها الحين، انا عجبتني صراحه. انا ما راح، انا قلت ما مستحيل او صعب اني اسامح ميرانجو، بس انا متفهم كل شيء صار، بس اني اسامح صعب. بوجي انا اختلف معاكم في نقطه، بوجي مش مثال للمثاليه الزايده. بوجي يحقد، بوجي مقهور، بوجي بيقتل، بس بوجي عارف قتله ما راح يجيب نتيجه. الله عرفت. فهو مش مثاليه بزياده كثر ما هو مفكر ان لا انا اقدر انقذهم كلهم واخليهم هم يكفرون عن ذنبهم بدل ما اقتل. ممكن لو قتل ميرانجو ممكن يحقد ديدا، ممكن ان صحيح. ديدا اساسا يبي ينقذ ميرانجو، كانت وصيه ابوه برضه. ايه، فلو قتلها ممكن يحقد ديدا عليه زياده، فهذا اشياء ممكن تصير. انا بالنسبه لي اللي صار شيء حلو، السيناريو كان حلو. النقطه الثانيه على الانانيه اللي قالها المقيم، لما قال انت اساسا اناني تبي تنقذ اوكل، والشيء اللي خلاك تختار عشان تنقذه، وقال تصنيف الملوك هي لإسعاد الناس. وشوف الباخير انطفت الشمعة. أنا بوجهة نظري أحس بتصير معركة داخلية داخل دسهار ودسبار لا دسهار، لأنه هو اللي بيدخل القبو يعني. إن هل آخذ للقوة ولا آخذ سعادتي لأسعادة أخوي، أنقذ يا أنقذ أخوي يا لنفسي. واشوف ان الكاتب ذكي، اعطانا مثال في البدايه الملك المجنون يرجع. انا احس الكاتب بيرجع لما قال حق شسمه حق بوجي، احنا نقتل الارواح عشان تنبعث من جديد. صحيح. هذا فكر مش فكر انسان عاقل. صحيح. لان ارواح راحت ما راح ترجع. بس واضح انه هو شاف اشياء كان يفكر ممكن تصير واقع. انا اشوف ترى شو اسمها ميرانجو رجعت للحياة، لأن هي أساسا ما ماتت. ميرانجو ما ماتت، هو قالها أنا راح أخذ روحي، بس إيه هو نقل روحه للمرأة حسب معتقداته. إيه بعدين قال بياخذها، إيه ما ماتت، عشان كذا رجعها على طول وجسدها موجود. إنه يرجع أم بوجي أنا أستغرب، لأن أم بوجي ما أوريدي ماتت وخلاص يعني، حتى بس لأن تو جسده موجود، فقدرت ترجع بلعنة وسحر أو أيا يكن. انا عن نفسي متقبل السيناريو وشوف السيناريو الحلو. عجبني بوجي وصدمني صراحه ديدا بالامنيه، انا ما توقعت انه بيطلب امنيه الحين، ولما شفت الصراحه شايلها من اول ما دخلوا قلت خلاص بيتزوجها. اول شيء جاب بالي انه بيتزوج، لان ما شيلتها مو شيلت مساعده، شيلت محبه. اي شيلت محبه. طيب في احد بيضيف نقطه قبل؟ لا نفس النقطه بشكل سريع. انا شخصيا متفق مع راشد، اشوف السيناريو جيد مو بسيء زي ما يشوفون الشباب، لهم رايهم حرين برايهم يعني. ما اشوف موضوع الزواج بس. اي انا اتكلم عن الزواج، انا اتكلم عن الزواج. فما اشوف انه شيء خطا، لانه تعلق في شخصيتها
وهي طفلة وحبها وشاف ماضيها ووصية أبوه لها له عليها أن اعتني بها. وفي النهاية أشوف أن الكاتب نفسه يعني هي حرمت من حب بوس، ما قدرت تتزوج ولا هذا لأنه كان أكبر منها بكثير، كانت طفلة صغيرة يوم أنها كانت يعني تمشي معه وكذا. فالحين عوضها الكاتب بأنها ماتت وحبست أنها رجعت الحين من جديد وتزوجت ابنه. ولاحظ أن حبة جسد دايدة، حبة دايدة يعني كجسد أنه شكال تشوفه في بوس فتعلقت فيه فتقبلتها ترى يشبهني اي وقال لها يشبهني كثير. نعم بالضبط. فاشوفه بالعكس سيناريو جميل ومنطقي، واللي يهمني اكثر من سيناريو انه بس مجرد نهايه ورديه، في نهايه ترى بوس يعتبر مات حاليا. ففي شخص مات في القصه، ما هي مره نهايه ورديه. ابوهم ودع وطلع حقير ويستاهل انه يودع، ميت من اول القصه. نعم بس انه رجع والحين مات خلاص، مات مات فرشو. شو المشكله؟ انا قاعد اوضح وجهه نظري. انا اسف. ففي النهايه انا اقول ان في النهايه في شخص مات حاليا اللي هو ابو بوس، مات فعلا انتهى ما رجع. لان ترى قبل كم حلقه كنا نقول اوكي هذا ابوه رجع، طيب مين اللي بيموت اجل؟ شلون بيرجع حتى ابوه؟ لا خلاص ابوه ودع ودع ما راح يرجع. والمملكه الحين هذا شغله صدمتني في نهايه الحلقه لما بين لنا من اللي ملك الحين، يعني هل هو دايده ولا لا؟ الملك حاليا دايده، الملك حاليا انا كلهم وقفوا وحوس ابو بوجي قال احنا حراس بوجي قبل حلقه يوم كان دايدا يوم كان دايدا بوس، يوم كان دايدا بوس طبعا. وكان الوصيه على ان الاب وصل للابن الاكبر اللي هو بوجي، ولكن الان يعني الحين حتى يوم يطلب ذا فلوس ما شنو ما طلبها من بوجي، طلبها من دايدا. ففي في شيء غلط، التعويض من دايدا. انا عارف ان التعويض، بس انا قاعد اقول ما وضح الكاتب، ما طلب البنت على اذن خلاص ترى بوجي الملك او دايدا الملك، ما وضح يعني خلاها معلقه. وجهه نظري بيكون دايدا الملك. لا انا وجهه نظري نصبوه رسميا دايدا ملك الدوله، ما يهم التصنيف الرسمي بيلغى وبيرجعون بوجي. بس تكلم حاليا هو الملك. لا بوجي يا جماعه بس خلوني اوضح كلامي الله يرضى عليكم. بس انا اللي قاعد بقوله ما يهمني ايش اللي بيصير، يعني ما وضح الكاتب اللي بيصير لي. انا متاكد من ان الحلقه الجايه ابيها بالبنط العريض وقدام الشعب كله انه يكون بوجي هو الملك، تنصيب رسمي مو بس كذا أخوية لا خلاص دايدا الملك وبوجي بس مساعد له أو لا لا لا، يعني بس كذا أبيها كذا مراسم زي ما بكتوا منا العرش في الحلقة الثالثة بعد الخامسة قدام الناس وصيحتوا صيحتنا عليه، الحين رجعوا سووا مراسم من جديد وعينوا ملك والكل. هذا اللي بقوله من البداية، ما خلت نقوله بس اللي بقوله إنه بس أبي مراسم تنصيب الحلقة الجاية، ورني ايش اللي صار على الدسهار وخلاص يكفيني. والحلقه ممتازه. انت من بدايه تبغى تقول وانا ان بوجي صار ملك بكل بساطه. قاعد تتلف وتدور. احنا نقول لك حاليا يا ماجد حاليا. لا دقيقه انا اوضح لها شغله. ما خليتوني اقول، ما خليتوني اقول. انت ما تلاحظ انك صاير مثل كره النوع حقت ايس، تروح فوق وتنزل تحت، تودينا في فكره وتجيبنا في فكره، وانت اساسا تبي توضح فكره. مو مختلفين معاك بس وصل لها. بخصف جبهتها سبب. هذه مساحة وانت بتوضح فكرة التركة على على قلت بتريق من البداية. طيب انا قلت خليني بقول اخر نقطة. انا معاك ترى. لا ما قلت بتريق، وضحت لك اني بتريق. انا مو قاعد اتريق، انا بوصل نقطة انه في النهاية انت بتشوف رسميا يصير ملك. اي هذه اللي ابي اقول انه ابي ابي المراسم. انا معاك، انا متفق معاك، بس انا اقول لك حاليا حاليا ديدا هو الملك. ما يهمني حاليا، انا يهمني انت ما يهمك حاليا. انا تقول مين حاليا رسمي؟ انا بقولك حاليا رسمي بوجي الملك، وهالشيء قالوه الحراس قبل كم حلقه. قالوا قبل لا تموت قلت ان هذا الملك واحنا بنحميه لانه الملك، انتهى الموضوع. بوجي الملك، وقالت ام دايدا حق كاجي انت حني له هذا الملك، فالكل اعترف بوجي الملك. دايدا ما وصلت رسميا، دايدا سرق الحكم، في فرق. اما رسمي بوجي لما هذا اللي اعترف مع ماجد عيلة ما قال بيها بالبنت العليا. على الاربعة عندك دكتور يعترف ان دايدا اللي هو بيبين. بيبين يشوف ان دايدا هو الملك. انا اللي يشوف بوجي هو ملك هو شو اسمه ترى دوماس ودوش. دوماس ودوشي، دوماس ودوشي ورماح. اللي قالها بعض الانسان في الحلقة الماضية كان يبس فقط، الباقي ما قالوا انت الملك شو اسمه يعني لا الحق يبس بالحلقة ذي راح يفزع حق لا والله بيبن ودومس بيبن. انا بس بوضح نقطه واحده، ليش قلت لكم الحين رسميا دايدا هو الملك؟ جاء تصنيف الملوك ونصبوه 97 اي خلاص، معناته رسميا دايدا هو الملك. اللي انت بي انا معاك فيه ننتظره اسبوع الجاي اي، بس ما اقدر اقول لك لا حاليا الى هذه الحلقه
الملك دايدا الى هذا الحال. قلت لك انت واضح مو قاعد الفضول إيه؟ انا اقول لك المساعه قاعد اقول ان إيه يطلب الذهب طلبه من دايدا واللي رد دايدا، فانا مقهور ان الى الان رسميا زي ما انت تقول دايدا والملك، بس انا ما يهمني رسميا، ابي الحلقه الجايه تنصيب رسمي تعويضي. هذا اللي قلت ابي واسطه الحلقه الجايه بيجي دايدا يقول لاخوه تعال صل معك، يقول ما الله بالخير انا ماني جالس وياك بطلع عندي مغامره. امين يا شباب افرح بس. بالعكس انا بيصير ملك جديده، انا بيصير ملك لانه بالاخير لما هو بيصير ملك اصلا على اللي يرضى واللي يرضى، بس على ذنب مثل على غيره بس. لا انا اكيد بصعه كملنا نص ساعه نقاش، خلوا شيء حق يوم الاثنين يوم الثلاثة يوم الثلاثة كذا كنا وصلنا لنهاية جلسة النقاش اللي كان المفروض انه 5 دقائق 10 دقائق بس من الحماس والنقاش والفلة والحلقة نارية جدا تستحق النقاش نص ساعة كاملة. نعتذر منكم في الختام، قولوا معاي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. لا تنسوا تشتركوا في القناة لايك شير ونشوفكم على خير.